حقيقة العمل الطبي في الداخل السوري عمل محفوف بكل أنواع المخاطر في الأزمة، القصف الجوي، قصف الصواريخ، التفجيرات اللي عم بتصير، نقص المواد، نقص التجهيزات. حالات صعبة عدت معنا خلال 5 سنوات من عمر الأزمة السورية نتيجة القصف العشوائي اللي بيصير حقيقة عند باب. تشوف إنه أسرة مكونة من 7 أفراد فبيجي منها 3 أفراد على المشفى و3 بيكونوا عالقين تحت الأنقاض و1 مفقود أو تم تحويله إلى بلد مجاور للعلاج. فبيصيروا الأطفال بيصيحوا إنه بيسألوا عن أمهاتهم وآبائهم وإخواتهم، وبيكون عندهم حالة من الذعر بالإضافة للحالة الجراحية الصعبة. الفرحة الكبيرة اللي بتكون كتير سعيدين فيها عند العثور على أخ أو أخت صغيرة من بين الأنقاض إنه هو كناجي بينضم لهدول الجرحى، فبيلتم شمل العائلة ضمن المشفى الواحد. فهي حقيقة بيكون يعني سعادة لا توصف إنه هن ضلوا على قيد الحياة رغم الأعمال الجراحية المتكررة لهم. الأسوأ في الموضوع إنه أحياناً نضطر نخبي عن كثير من الأطفال إنه هن فقدوا أم معينة أو فقدوا أخوه الكبير، الطفل اللي عمره 12 أو 15 سنة. هذا الحكي كثير بيكون قاسي بالنسبة لنا ككادر طبي. وحقيقة أسوأ المواقف عند اللي بيكون أنت عم تحاول تنقذ حياة طفلة صغيرة 7 أو 8 سنوات عائدة من مدرسة وتعرضت للقصف، وكل الناس عم تنتظر خارج غرف العمليات وللأسف منخسر الطفلة. هذا الشعور يمكن يكون الأقسى اللي منواجهه. كتير منكون سعيدين إذا قدرنا نحافظ على ساق مريض إنه ترافقه مدى حياته وننقذه من البتر، أو على إيد لشاب صغير نحافظ عليها لأنه هي إيده، وخاصة إذا كانت إيده المسيطرة اليمين، لأنه هي اللي بده يعيش منها ويشتغل مهنته وصنعته. بتوقع أنه هذا يعني أكبر شعور وقت اللي بتشوف طفل عم يمشي مع والده ووالدته من أول وجديد وبيتخرج من المشفى وهو متحسن، ونطلع نشوف البسمة على وجوه الأب والأم، وأنه الطفل يستمر في حياته. فكان شعورنا لا يقدر بثمن. أصعب المواقف بتوقع اللي أنا تعرضت له كان أني أدخل على غرفة العمليات وشوف عمي أخو أبوي متعرض لبتر ساقين لأنه هو فلاح عمره 70 سنة، وأنا أضطر لأنقذه أنا والأطباء اللي موجودين. بتمنى أنه الأزمة والحرب في بلدنا تنتهي عن قريب والناس تعيش نوع من السلام ونوع من الهدوء.